احنا متواجدين الان في مكان ديال محطه ديال الضخ للزنجات في اطار واحد المشروع استراتيجي لتامين وتقويه تمديد الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب. هذا المشروع التكلفه ديالو بلغت تقريبا 133 مليون ديال الدرهم بالتمويل من الدوله المغربيه ومن وزاره الداخليه. لذلك قامت بانتاج هذا المشروع. المشروع فيه محطه ديال الضخ اللي انتم شفتوها القدره ديالها 1 متر كوب سكوند، يعني 1000 لتر في الثانيه. وهاد المحطة ديال الضخ تمكننا من ضخ المياه من هاد النقطة اللي هي متواجدة على واحد المستوى ديال 140 متر بالنسبة لمستوى البحر، ندخوه لواحد الخزان اللي متواجد في منطقة مرشيش اللي كيتواجد على 240 متر بالنسبة لمستوى البحر، وكيبعد على هاد المنطقة على هاد النقطة هادي بحوالي 12 كيلومتر. دونك المشروع كانت فيه محطة الضخ وقناة اللي كيبلغ القطر ديالها متر، اللي غتضخ هاد المياه من هاد النقطة هادي للخزان اللي زجاج على طول 12 كيلومتر. هاد المشروع كله الأشغال ديالو انتهت وتم التسليم ديالها، وهي الآن في طور الاستغلال. المشروع غيمكننا كما قلت من تقوية وتأمين إمدادات ديال الماء الصحي للشرب للدار البيضاء والمنطقة ديال جماعة الهرويين، جماعة مديونة، جماعة المجاطية ولا الطالب، وواحد المنطقة من جماعة ديال تات مليل. اليوم تنتواجدوا بالخزان الماء المسمى مرشيش 240 الذي يتم تزويده من قبل جوج ديال المحطات ديال الضخ. الاولى متواجده في خزان الماء المسمى مديونه 140، والثانيه متواجده بخزان الماء المسمى بوسكوره 140. للتذكير فان جهات الدار البيضاء الكبرى تتواجدوا فيها تقريبا واحد 18 الموقع الذي يحتوي على تقريبا في المجمل ديال واحد 37 خزان الماء اللي تيقوموا بشكل دوري بتزويد جهات الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب. للتذكير فان منشات الماء الصالح للشرب المتواجده بالدار البيضاء الكبرى تتكون تقريبا من واحد 18 الموقع اللي فيهم تقريبا واحد 37 في المجمل ديال 37 في المجمل ديال الخزانات الماء الصالح للشرب اللي تيقوموا بشكل دوري بتزويد الساكنه ديال الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب. وكذلك فان فرق ديال شركه ليداك تقوم بصيانه المنشات والحرص على تزويد الساكنه بالماء الصالح للشرب بشكل دوري ومستمر.